وينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمرو المنيري. عمرو، كيف تبدو الصورة ويبدو المشهد لديك في لندن قبل يوم من الانتخابات؟ نعم، حملات حميمة وساخنة، وهو اليوم الأخير في هذه الحملات. كل يحاول أن يجتذب المزيد من الأصوات ومزيد من أصوات الناخبين وإقناع الناخبين بالتصويت لهذا الحزب أو ذاك الحزب. على سبيل المثال الحصري، يحاول بوريس جونسون أن يكتسب المزيد، لأنه يحتاج بالفعل أن يفوز حزبه بأغلبية كافية لتشكيل حكومة في الوقت الذي بات يبدو أن جيرمي كوربن زعيم حزب العمال يحاول أن يقلص الفارق، أو على الأقل أن يفوز حزبه بمقاعد تكفي لحجب الأغلبية الساحقة لحزب المحافظين. كل هذا بعد تسريبات مختلفة واتهامات مختلفة ولكلا الحزبين، سواء لبوريس جونسون الذي هناك تعليقات على عدم تعاطفه مع بعض الحالات وخصوصا في منظومة الصحة الوطنية، أيضا جيرمي كوربن لديه مشكلة بأن وزير الصحة في حكومة الظل كان له تسريب ينتقد فيه جيرمي كوربن زعيم حزب العمال، ويقول أنه سيكون خطرا على الأمن إذا ما تولى رئاسة الوزراء. في الوقت ذاته يسعى حزب الديمقراطيين الأحرار لجذب المزيد من الأصوات، وهو الحزب الوحيد الذي يدعو لوقف البريكزيت ووقف الخروج، لكن فرصه ضئيلة صحيح، لكن على الأقل هو يحتل مركزة الثالثة في ترتيب استطلاعات الرأي بعد كل من حزب المحافظين والعمال، بينما الحزب الاسكتلندي الوطني وهو يسعى فقط للانتخابات داخل اسكتلندا ربما سيكون لديه رصيد الأسد في أصوات ومقاعد اسكتلندا بشكل كبير، وربما بعد هذه الانتخابات ونتائجها التي نتوقع أن تكون تنتج عن انتخابات أو برلمان معلق ومعناه أنه سيكون هناك حكومة ائتلافية، لكن يبدو أن حزب الاسكتلندي هو من سيحدد للانضمام إلى أحد الأحزاب الكبيرة التي ستفوز بهذه الانتخابات. مراسل الغد عمرو المنيري، كنت معنا من لندن، فشكرا لك.